السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعر الدولار اليوم في البنك وسعر الدولار اليوم في السوق السوداء. استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30 جنيه و84 قرش للشراء و30 جنيه و93 قرش للبيع، بينما قفز سعر الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة، وصل سعر شراء الدولار في السوق السوداء إلى 49 جنيه و90 قرش، بينما وصل سعر البيع إلى 50 جنيه و90 قرش.